المكتبات والخزائن المغاربية الخاصة منها والعامة، ما ظهر منها وما خف، بناء على الوصف والتحليل والنقد. ومن يتتبع الصرح المعرفي الذي نهض به الأستاذ عبد العزيز ابن عبد الجليل، والذي مست مقارباته مجالات التربية والتعليم والتاريخ والتحقيق، ليلمس النفس الطويل الذي يتمتع به هذا الرجل في الرصد والاستقراء والتحليل، كل ذلك بنبرة يحدوها الوازع الوطني الذي يروم التعريف بالذاكرة الفنية المغربية التي عرفت انتعاشا كبيرا طيلة فترات الزمن المغربي الدامغ. وما هذا الكتاب الذي نلتئم حوله في هذا النشاط الثقافي المتميز إلا دليل قاطع على مدى أصالة ثقافتنا ونبوغ أعلامها في ميدان الفن الموسيقي. والمتتبع لأعمال الأستاذ ابن عبد الجليل تستوقفه أيضا بعض الخصيصات المعرفية التي تعلمه بعضا من آداب البحث العلمي الأكاديمي. نذكر منها على سبيل التمثيل للحصر مبدأ الصيرورة والامتداد، فعلمه مؤسس على تراكم علمي لا يدشن القطيعة المعرفية مع من سبقه من علماء وأساتذة، وهذا أمر أساسي في السياق الحالي، لأننا إزاء كتابات متسرعة تصدر أحكاما بناء على القطيعة المعرفية لا على التراكم المعرفي. وبذلك فالأستاذ عبد العزيز بن عبد الجليل هو مدرسة في هذا الأمر. إذن مشروعه هو تجاوز للماضي، لا لنبذه بل لاحتوائه وإدماجه في مخاض معرفي متجدد. ولعل هذا ما جعل من الأستاذ عبد العزيز ابن عبد الجليل علامة من علامات البحث الموسيقي بالمغرب، حيث شكل مشروعه انعطافا وإبدالا لا غنى للباحث عنه. مثلا كتابه المدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية، الموسيقى الأندلسية المغربية، فنون الأداء، تحقيقه لكتاب إيقاد الشموع لذة المسموع بنغمات الطبوع لمحمد البعصامي، تحقيقه لكتاب أغاني الثقة ومغاني الموسيقى أو الارتقاء إلى علوم الموسيقى للشيخ إبراهيم التاديلي، وغير ذلك من الكتابات، وأعمال تعبر عن مدى سبق وصدق هذا العالم المفضال الذي نرجو له العفو والعافية ودوام التألق والتوهج. إلى جانبه نستضيف الأستاذ والفنان الكبير الدكتور محمد تهامي الحراق، وهو غني عن التعريف، كما يقال المعروف لا يعرف، فقد لمع نجمه في ميدان السماع الصوفي دراسة وتأليفة، لذلك تربطه أواصر وثيقة بمجال الموسيقى لأنها جزء من التربية والفن الصوفيين، وقد أفرد لها الأستاذ حراق حيزا هاما في أبحاثه ودراساته في تحقيقه لرسالة فتح الأنوار فيما يعين على مدح النبي المختار لمحمد بن العربي الدلائي في كتابه موسيقى المواجيد، في كتاب يعني هو عبارة عن حوار دار بينه وبين الأستاذ عبد العزيز بن عبد الجليل والأستاذ إله بن عرفة حول فن السماع، وقد نشر في كتيب صغير. وأيضا له توجه جديد يروم مقاربة فن السماع انطلاقا من المدخل الفكري، ويعني نجد ذلك في كتابه إني ذاهب إلى ربي والكتاب الأخير مباسطات في الفكر والذكر. وأريد أن أؤكد على مسألة مهمة في هذا السياق، وهي أن أعمال الأستاذ محمد تهامي الحراق تعلمنا مبدأ أساسيا وجوهريا، وهو التحلي بعقيدة السؤال، إذ به تنفجر منابع المعرفة وبه ترسم مسالكها بتؤدة وتبات. وتبعا لذلك إننا نتوق في هذا المحفل الباضخ للاستماع إلى قراءته العلمية بخصوص الدليل، إذ لا شك في أنه وكما عودنا سيمارس نقد النقد، وما ذلك عليه بعزيز. لك الكلمة أستاذ محمد تهامي الحراق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشكات الأنوار، وعلى آل الأطهار وصحابة الأبرار، وعلى جميع من اعترف بالمعينه من الصالحين والأخيار. طبعا كلما سنحت السنحة والفرصة
إلا وشعرت باعتزاز كبير وفخر عظيم أن أقدم عملاً من أعمال هرم الأهرام البحث الموسيقي في العالم العربي بتوقيع مغربي أصيل أثيل متميز. إنها أعمال أستاذنا سيدي عبد العزيز نعجلي. هذا الرجل الذي تشجني به محبة علمي ومحبة أخوتي وأيضا محبة إفادة واستفادة من أعماله الرائدة التي لا يمكن لأي باحث يشتغل على الموسيقى بإجمال في الموسيقى المغربية الأندلسية أو الموسيقى العربية إلا وسوف يجد نفسه ملزما بأن يرجع إلى أعماله التي تصل اليوم إلى ذكراها الفضية. فهذا الكتاب يحمل رقم كتاب 25 من أعماله ضمن هذا الزخم وضمن هذا التراث الكبير. وسيدي عبد العزيز بن عبد الجليل حفظه الله ما زال يتقد عطاء ويتقد حيوية ويتقد شبابا معرفيا وشبابا تساؤليا ربما قد لا نجده في كثير ممن شب سنه لكنه يعيش عنس السؤال. طبعا سوف لن اقدم سيدي عبد العزيز بن عبد الجليل، قد سبق ان قدمته واعمال متنوب عن ذلك. فالرجل يجمع بين تكوين اصيل متين، تكوين في حفظ القران الكريم وحفظ المتون والتعلم في القرويين وتمكن من المبادئ الاساسيه في كثير من العلوم، ليس فقط علوم اللغه العربيه بل العلوم الشرعيه الى غير ذلك، مما يمكن الوقوف عند تفصيله في كتاب تراجم اعلام حاضر في الناس في القرن العشرين والذي الفه بتشارك مع السي عبد العزيز بن عبد الجليل استاذ عبد الرحمن بن زيدان. هناك ترجمه لا اقول وافيه ولكن ترجمه مضيئه، الا فان الرجل اطال الله في عمره ما زال يضيف الى مساره ومسيرته اعمالا وانجازات وعطاءات تحتاج الى التقييم وايضا تحتاج الى الاعتبار لمزيد ابراز او لمزيد التعرف على هذا المسار الذي يغتني باعمال انجزت واعمال يحملها في جنين بحثه وفي جنين مساره العلمي او في جنينيه مساره العلمي. قلت الخصيصه الاساسيه لتكوين استاذ سي عبد العزيز بن عبد الجليل وهذا الجمع بين التكوين الاصيل وايضا الانفتاح التكوين العصري الهزم في مجال الموسيقى. ولذلك الرجل حين يتكلم في اي كتاب يتكلم وهو يقف على ارضيه متينه. هنا اعود الى مصطلح الذي اشار اليه الباحث الواعد الاستاذ سفيان وهو مصطلح القطيعه. لا يمكن لاي كان ان يمارس قطيعه بدون ان يمتلك ما سوف يقطع معه. مفهوم التجاوز لا نفهمه مع كامل الاسف. مفهوم التجاوز له بعد جدلي. ما معنى بعد جدلي؟ لابد ان تستوعب ما تسعى الى ان تتجاوزه قبل ان تتجاوزه. والتجاوز هنا يعني الاستيعاب في الاحشاء والذهاب بذلك الموروث الى افاق جديده. اما القطع بمعنى النسيان والقطع بمعنى الانغار والقطع بمعنى الاهمال فهو لا يحقق اي معرفه ولا يحقق اي اغناء على مستوى العلم. إذا رجعنا حتى لا أطيل عليكم في الكتاب الذي نحن بصدد الاحتفاء والاحتفال به وهو الدليل البيبليوغرافي للموسيقى في غرب الإسلام. نحن أمام عمل نوعي في أعمال أستاذنا سيدي عبد العزيز بن عبد الجليل. أولا الذي يرجع إلى مقدمة الدكتور عميد الأدب المغربي سيدي عباس الجراري سوف يقف على أمرين رئيسين أبرزهما. الأمر الأول هو صعوبة إنجاز دليل بيبليوغرافي. سوف نشرح ما معنى الدليل البيبليوغرافي. ثم أيضا الأمر الثاني وهو
الشهادة التي قدمها علم الأدب المغربي في أستاذنا الشيخ عبد العزيز العجليل على اعتبار الإضافة النوعية التي يقدمها أستاذ عبد العزيز في هذا الكتاب. كلمة بيبليوغرافيا أصلها إغريقي طبعاً، وأصلها بيبليون ومعناها الكتيب بمعنى صغير، وهي من الكتاب بيبليوس، وغرافيا معنى آتي من فعل الكتاب. وهذا المصطلح كان يعني منذ العصر الإغريقي إلى القرن السابع عشر كان يعني نسخ الكتب، لكن بدءا من القرن السابع عشر سوف ينتقل هذا الاصطلاح من الدلالة على نسخ الكتب إلى الكتابة عن الكتب، أي سوف يصبح معناه دلالة على ذاك العمل العلمي الذي يقوم بتوصيف الكتب وتحديد مؤلفيها وتعيين أماكن وجودها وأرقامها في الخزانات العامة والخاصة وتقديم المعلومات العامة وخاصة عن أي كتاب. وهذا عمل ضروري لأبعاد شتى، عمل ضروري أولا لتأريخ فعل الكتابة في التاريخ، ثانيا عمل مهم ضروري يسعف الباحثين في الذهاب إلى المضان التي من خلالها يمكنهم اكتشاف هذه الذخيرة المكتوبة في مجال علمي وفي حقل علمي من الحقول المعرفية. المصطلح الذي يقابل هذا الاصطلاح الذي كان سباقا أو التراث العربي كان سباقا إليه في استعمال اصطلاح آخر، واصطلاح الفهرس أو الفهرست مثل فهرس ابن النديم في القرن الرابع للهجرة، الذي جمع أصناف الكتب في مختلف ألوان المعرفة. لهذا السيد عبد العزيز بن عبد الجليل توجه إلى أن يبحث لنا أو يقدم لنا عملا علميا شاقا، فأن تحصل على معطيات متعلقة بكل ما ألف بالموسيقى في الغرب الإسلامي. ماذا يقصد بالغرب الإسلامي؟ الاصطلاح استعمله ليبيان كونفونسان المستشرق الفرنسي في القرن في هو توفي في 1950. هذا الرجل يعني بالغرب الإسلامي مجال جغرافي ممتد من جزيرة الأندلس في العهود الإسلامية إلى ويشمل مناطق المغرب العربي من المغرب وتونس والجزائر الحدود ليبيا في الشرق إلى موريتانيا. إذن هذا هو المجال الجغرافي، والمجال التاريخي يمتد من القرن الأول للهجرة الذي أسست فيه حاضرة القيروان إلى زماننا المعاصر. إذن نحن أمام مسافة زمنية شاسعة وأمام مسافة أيضا جغرافية واسعة، ومن ثم فعمل بهذا النفس يتطلب أولا ليس عملا زمنه ليس زمن إعداده لا يرتبط بالزمن الذي كتب فيه أستاذ عبد العزيز يعني كتابه، بل بالزمن البحثي في عمر أستاذ عبد العزيز الذي جعله يكتشف هذه الدخائر، ينتبه المنسية في ثقافتنا. هذا أمر يمكن أن نناقشه لاحقا نظرا لكوني أولا لقلة الأبحاث المعتنية بالجانب البيبليوغرافي إجمالا في ثقافتنا المعاصرة، ولشح هذه الأبحاث في مجال الموسيقى نظرا لإشكالات متعلقة بالمكانة المعرفية للموسيقى في منظومتنا المعرفية، فما بالك بالكتابة عن الموسيقى في الغرب الإسلامي بهذا الامتداد الجغرافي وهذا الامتداد الزمني. إذن حتى نقف على أهمية العمل وعلى المشاق التي تكبدها الرجل الذي لا يمكن أن يكتب هذا الكتاب إلا بنفس تنسكي كي يكتب مثل هذا الكتاب. في سياقات نحن نعرف هناك مشاكل كثيرة في الوصول إلى كثير من المعلومات البيبليوغرافية، ولا سيما فيما يتعلق بالخزائن الخاصة أو فيما يتعلق ببعض المكتبات التي قد يتعذر الوصول إلى فهارسها. إذن نحن أمام عمل كبير على هذا المستوى، لذلك لا بد من التنويه به وتثمين العمل الذي قام به الأستاذ عبد العزيز. إلى ماذا كان يقصد أستاذ عبد العزيز بن عبد الجليل بهذا العمل؟ وحدد مجموعة من الغايات في مؤلفه أشير منها مثلا إلى ما يلي: رصد ما كتبه أهل هذه المنطقة من كتب ورسائل وكنانيس ومجاميع حول الموسيقى والعلم،
هذا مقصد. مقصد آخر التعريف بالمؤلفات الموسيقية سواء المكتوبة بالعربية أو بغيرها أو المنقولة إلى العربية. لاحظ هذا أيضا مسار آخر وأفق آخر لابد من تنويه بالانفتاح عليه. ثالثا مساعدة الباحثين على اكتشاف أعمال المغاربة والأندلسيين في المجال الموسيقي وتحفيزهم على البحث في هذا المجال. والذي يبحث في الموسيقى في شكل اجتهادي لأنه مع كامل الأسف لحد الآن لا نبقى في جامعاتنا تخصصا في الموسيقى وهذه معرة في جامعاتنا. وأن نقول الحقيقة أن لا يعقل أن مغربا زاخرا بتراثه غنيا بروافده الفنية يحمل هذا الإرث المتعدد والمتلون والغني والثري والنادر نظيره في الثقافات العربية لا يملك شعبة موسيقية جامعية تجمع شتات هذه الأعمال وتؤطره وتدفع الباحثين إلى قيام هذه الأعمال. ولذلك يجب أن ننوه وأن نشد بحرارة على يدي وعلى قلب هذا الرجل العصامي في قيام بهذا العمل. فلا يدفعه لا بحث من أجل شهادة جامعية ولا من أجل تحسيني ووضعيته الاجتماعية في الرقي في سلم الترقية في الجامعة إلى غير ذلك. إذا الرجل يكسب عن محبة لهذا العلم وهو ما يحتاجه في كثير من العلوم كي نتجاوز الكثير من البياضات التي تحتاج إلى أن تملأ وأن تشرح. أيضا من مقاصد هذا العمل رفع الحجاب عن عدد من أعلام الموسيقى. الكتاب غني بالأعلام بأعلام الموسيقى وقد وضع فهالي سوف أشير إليها أعلام مؤلفون مترجمون محققون جامعون. إذا الأمانة باحثون الأمانة رصيد للإعلام الإعلام الذي يهتم بالموسيقى طوال هذه الفترة التي أشرت فيها وعلى امتداد هذا المجال الجراحي الذي أشرت فيه. أيضا من المقاصد هذه مهمة للغاية دفع القول غير الحصيف بتقليد المغاربة واجترارهم بما كتبه المشارقة في مجال الموسيقى. هذا أمر مهم. هناك دعوة تتهم المغاربة بكونهم يجترون ما كتب عن الموسيقى في المشرق. وأكاد أقول إنما قام به أستاذ سيدي عبد المجيد يضاهي ما كان قد قام به العلامة سيدي عبد الله بن نون لما كتب النبوغ المغربي ولما أراد أن يدفع تهمة أن أهل المغرب لا ينتجون أدبا وأراد أن يعرف المشارقة بذاكرة أدبية منسية محرومة في الغرب في المغرب. الأستاذ عبد العزيز العبجلي أيضا من المقاصد المطلوبة في هذا الكتاب أنه يعرف المشارقة بثراء الذاكرة البحثية في هذا المجال في الغرب الإسلامي. وهذا إذا لاحظ الأمر يتجاوز فقط الجانب العلمي إلى مسألة أساسية في ترميم الذاكرة الثقافية العربية وتصحيح بعض الأحكام التي ربما نهي ناجمة عن تقصيرنا في تبليغ تراثنا والتعريف بأعلامنا. ولذلك يأتي سيد عبد العزيز العبجلي ليتجاوز هذا التقصير وليدفع هذا التحدي من خلال هذا العمل. أيضا من المقاصد التي أعلن عنها هذا الكتاب من خلال هذا الدليل يسهم في التعريف بالقوالب والأنماط الموسيقية بنوعيها الغنائي والآلي مما تفرد به أهل الغرب الإسلامي. وأيضا من المقاصد توفير مادة علمية كفيلة بالإسعاف في كتابة تاريخ الموسيقى في الغرب الإسلامي. حتى الآن لا نملك كتابة تاريخ تستوفي كل المحطات والمراحل والأعلام والمؤلفات والتحولات والإضافات والتغيرات التي جرت في مسار التاريخ الموسيقي في هذا المجال. وعمل الأستاذ عبد العزيز العجلي يمهد بهذه المادة العلمية الوفيرة لكتابة مثل هذا التاريخ.
هناك مقاصد لم يعلن عنها الأستاذ سيد عبد العزيز العجريب، ولكن فليسمح لي أن أقول أن هذا الكتاب يحققها، سواء قصد إليها المؤلف أم لم يقصد إلى ذلك. أشير منها فقط إلى ثلاثة مقاصد. المقصد الأول هو في غاية الأهمية، وهو إبراز العمق الحضاري والمعرفي والجمالي لحضور الموسيقى في تاريخ الغرب الإسلامي، وهو ما من شأنه، وهذا مهم، أن يقدم صورة عن انفتاح مجتمعات الغرب الإسلامي على الموسيقى وعنايتهم بها تأصيلاً وتنظيراً وتداولاً، ومن ثم وهذا هو المقصد، ومن ثم إبراج وجه الإسلام الجمالي الذي تميزت به هذه المنطقة، والذي يظهر فيما عرفه الغرب الإسلامي من انتعاش في المجال الموسيقي تأليفا وإنجازا فنا، أي ممارسة فنية، وعدم ترك الأصوات التي كانت تحرم الموسيقى تفرض رأيها، بل وجد رأي فقهي كما سوف نأتي إلى ذلك، رأي فقهي ينافح فقهيا وعلميا عن شرعية الفن وشرعية ممارسة الموسيقى. إذا لاحظ إبراز هذا التراث يجعلنا أو يؤكد هذا التميز بجمالية صورة التدين في تاريخ الغرب الإسلامي، ومن ثم يقف سدا ثقافيا حيال بعض التيارات التي وفدتنا من خارج المغرب، والتي تخاصم الفن وتخاصم الجمال وترفع سيف التحريم والإنكار والإبداع والتبديع عفوا لهذا المجال. وهو هذه وهذا المقصد يحققه الكتاب وإن لم يعلن عنه المؤلف في مقدمة عمله. فما أحوجنا اليوم إلى التفات كيف أشير مثلا أن سيد عبد العزيز العجريب حقق كتاب أغاني الثقة لشيخ الجماعة في الرباط أبو إسحاق التاجي. ما أدراك أن يكتب شيخ الجماعة، أي رئيس مشيخة العلماء في الرباط، أن يكتب في الموسيقى؟ قد يبدو اليوم هذا الأمر يدخل ضمن المستحيل التفكير فيه، مثلما قد نجد مثلا، اسمحوا لي أن أقول لكم، أن رجلا عالما أصوليا متكلما صاحب مذهب فقهي هو ابن حزم يكتب رسالة في الموسيقى وأشار إليه سيد عبد العزيز في كتابه، ويكتب كتابا رفيعا في الحب طوق الحمام. من يستطيع من علمائنا اليوم علماء الدين أن يكتب كتابا في الحب الدنيوي ليس في الحب الصوفي؟ لن ينتبه، لا بد من الإشارة إلى هذا. هذا الكتاب يزعمنا إلى في الرجوع إلى هذه الصورة التي تبلور جمالية التدين في المغرب، والتي يسعى المغرب اليوم إلى إعادة الاعتبار لها بالرجوع إلى خصوصيته التراثية. سوف أمر بسرعة أن هناك تفاصيل كثيرة. أيضا المقاصد التي مهمة التي أيضا يحقق هذا الكتاب، قد أشار إليها أستاذ سفيان في بداية هذا العمل، وهي في وأنا متأكد أن الأستاذ سيد عبد العزيز لم يكن يقصد إليها، ولكن يحققها تلقي كتابه في السياق المعاصر، وهو أن البعض اليوم بدأ يطلع علينا بتفسيرات تريد أن تلغي الأصل المغربي للموسيقى الأندلسية المغربية، واليوم من داخل المغرب، وهذه أطروحة كولونيالية تم دحضها وتم تجاوزها، واليوم نجد بعض من بني جلدتنا يحييها. فإذا وجود هذا الدليل ووجود هذا التراء في التأليف، ووجود هذا التراء في الجانب البيبليوغرافي مما ألفه أهل المغرب والأندلسي في شتى ألوان التأليف الموسيقية، سواء التنظير أو التواويل مجامع للأشعار في الموسيقى المختلفة، أو تراجم الأعلام، أو المناقشات الفقهية المتعلقة بالموسيقى، أو تاريخ الموسيقى، أو غير ذلك من ألوان الكتابة الموجودة في هذا العمل، كل ذلك يرسخ الإسهام المغربي في الموسيقى، ولا سيما مغربة الموسيقى الأندلسية.
العمل الذي قام به مع كامل أسف عمل الذي قام به الأوائل الذين كتبوا في 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 الموسيقى الأندلسية من العلماء الوطنيين لم يكونوا يهدفون فقط إلى التأليف للموسيقى، بل كانوا يهدفون إلى بناء ذاكرة وطنية من بين أبعادها الجانب العلمي والجانب الثقافي والجانب التعليمي والجانب الجمالي الموسيقي. ومن ثم هذا الذي يأتي يطرح علينا بمثل هذه الطروحات يخلد عملا عظيما قام به العلماء الأوائل، ويأتي كتاب أستاذ عبد العزيز العبجرين ليقدم لنا مادة علمية وفيرة تسهم في دحض هذه الدعاوى. المقصد الثالث أيضا الذي يحققه الكتاب إن لم يعلن عنه المؤلف صراحة في تقديمه، وهو تحقيق المواكبة العلمية، لأن هناك أنجزت بعض الأعمال البيوغرافية ولكنها غفلت عن كثير من المصادر، وغفلت عن كثير من كتب الفهارس، وغفلت عن كثير من الأعمال العلمية التي ما فتئت تتجدد. أستاذ عبد العزيز العبجري في هذا العمل ينفتح على الجامعة وما يجري بين أسوارها من أبحاث، ينفتح على الكتابات المعاصرة وما يجري فيها من أبحاث، ينفتح على الخزائن المختلفة وما تحتويه من كنوز مخطوطة. إذن يحقق المواكبة، والأكثر من هذا هنا فضيلة أساسية لا بد أن يتحلى بها العالم، وهي فضيلة التواضع. تنهون جميعا، التواضع في المجال العلمي ليس فضيلة أخلاقية بل ضرورة علمية. ولهذا سوف بعد كل هذا العمل سوف يقول كلام سيد عبد العزيز العمشرين: ولا بد من القول بأننا لا ندعي الإلمام الشامل بسائر المصادر والمراجع التي عنيت وعنيت بالموسيقى وقضاياها. ومن ثم لاحظ، فإن هذا الكتاب يشكل مشروعا مفتوحا على الإضافات التي يمكن أن يهتدي إليها الدارسون والمهتمون بهذا الموضوع. فهذا لعمري هو عين المعرفة العلمية. من آخر أن هذا العبجل لا يغلق هذا الكتاب، ونقطة النهاية فيه نقطة مجازية ليس إلا. من آخر أن كلما تجدد البحث في العثور على كثير من النصوص والمصادر، وكلما ظهرت أبحاث جديدة وصدرت، فلا بد في الطبعات القادمة سواء التي سوف ينجزها الأستاذ أو الأعمال التي يمكن أن تعتمد عمل سيدي عبد العزيز العبجرين لتكمل هذا المشروع المفتوح، لا بد أن تستضيف هذه التصانيف وهذه الأبحاث والدراسات الأخرى. وهذا العمل وعي استراتيجي مستقبلي، وهو ما كان يتحلى به علماؤنا، الذي يرجع إلى كتابة الأنوار في بيان ما يعين علم النبي المختار الشيخ عبد الله الرباطي. بعد الرجل بدأ أن يضع النفقات والطبوع والميازين، يأتي فيقول أنه لم يعثر على بعض الطبوع، ومن وجده فليضيفه هنا. إذا كانوا يؤلفون كتب مفتوحة على الإضافة وعلى الإغناء وعلى الإطراء، لماذا؟ لأن المؤلف الحقيقي من هو؟ هي الذات الجماعية وليس المؤلف المفرد، أن هذا تراث أمة وليس تراث فرد. لاحظوا هذا الوعي العميق الذي يحمله هذا الرجل الوطني الشاب. طبعا إذا أردت أن أتوسع في منهج الكتاب سوف ألخص حتى لا أطيل. منهج الكتاب منهج غني وشرحه المؤلف في مقدمة الكتاب، ولكن أيضا العنوان دليل بيوغرافي للموسيقى في العالم الإسلامي مقاربة تحليلية نقدية، بمعنى آخر أن الرجل لم يكن يكتفي بوصف المصادر، وصف مراجعها ومضانها وأماكن وجودها وطبعاتها وأرقامها في وأرقام نسخها في الخزانات المخطوطة أو طبعاتها إن كانت مطبوعة إلى غير ذلك، بل كان في أحايين كثيرة يقدم لنا فحوى ومضمون يجعلك تتعرف على مضمون هذا الكتاب. هو لم يكتفي فقط بالإشارة إلى الفهارس، إن كان أي منا يذهب إلى الفهارس ويأتي بالأرقام، لا،
كان يذهب فيقرأ هذه المصادر والمراجع ويقدم ملخصا عنها من الإدارة، ويأتي بتحليلات ورؤى خاصة له في هذه الكتب، ويقدم أيضا نظرات نقدية فيه ما يقدم في كثير من الأحيان. وهذا عمل كبير لا يمكن أن إلا أن ننوه به. طبعا هذا الكتاب جاء في 16 باب، خصص أبواب كثيرة يمكن أن نسجل عليها الملاحظات التالية. أنا أختصر لكم حتى نفتح باب النقاش. أولا، إذا فحصنا هذه الأبواب 16 سوف نجد أنها تضم بين الثنايا الكتب التي تهتم بتاريخ الموسيقى، والكتب التي تهتم بالتنظير الموسيقي، والكتب التي تهتم بالتحليل الموسيقي، وكتب أخرى تدون المستعملات وتصف الممارسة الموسيقية، وكتب تعرف ببعض الأعلام في الموسيقى. إذن هناك تنوع في ألوان الكتابة الموسيقية، ولم يقتصر على صنف دون آخر. ثانيا، أنه كان دائما يجمع في هذه الكتب، سوف نجد هناك الجمع بين الكتب المعتنية بالدراسة والكتب المعتنية بالممارسة، الكتب المعتنية بشغل أهل الفني. وهنا نقدم فكرة، أنا مع كامل الأسف إذا نتحدث عن الموسيقى كثير من الأحيان يعتبر الناس أننا نتحدث عن أمر في التسلية وأمر في الترفيه وأمر في الترويح. نعم، تحقق الموسيقى هذه الأهداف، ولكن من خلال هذه المعالم تحقق الموسيقى التربية، التربية الأخلاقية والتربية الروحية والسمو بالذوق الفني وتلحيم الوجدان الجماعي. لاحظوا الأهداف التي لا بد للباحث وهو يشتغل في الجانب التقني أن يستحضرها حتى لا يسقط فيما سقط فيه البعض مما أشرنا إلى دعواهم الداحضة التي يسمى هذا الكتاب في تصحيحها. أيضا من خصائص هذه الأبواب أنها شملت ألوانا من الموسيقى في الغرب الإسلامي، الموسيقى الأندلسية المغربية والطرب الغرناطي كما يسمى في غرب الجزائر وفي الرباط ووجدة، ويسمى به موسيقى الصنعة في العاصمة الجزائرية والمألوف في قسطنطينة. وهناك أيضا تسمى الموسيقى المألوف في تونس وموسيقى المألوف في ليبيا، واهتم بالمديح والسمع وسوف آتي إلى هذا الباب، واهتم بالفنون الشعبية وطرب الملحون والأناشيد والموسيقى الحسانية. إذا لاحظوا هذا التنوع، الأمر كان فيه انفتاح على الألوان المختلفة والأنماط المختلفة للموسيقى في الغرب الإسلامي.